في الشمال البعيد على الحدود الروسية الفنلندية تقع جمهورية كاريليا التابعة للاتحاد الروسي، والتي تتمتع بتقاليد عمرها مئات السنين وبمناطق خلابة عمرها آلاف السنين كعمر شعبها وثقافتها الخاصة. أهم ما فيها بحيرة أونيغا العملاقة، مصدر الحياة فيها، وهي كذلك لميخائيل لوبين الذي لا يستطيع تخيل حياته بدونها، وأيضاً بدون كيشي الجزيرة الساحرة وسطها. منذ طفولتي وأنا آتي إلى هنا، أبي وجدي وأجدادهما ينحدرون من هنا، كان منزل عائلتنا هنا أيضاً. كانت كيشي ذات يوم مكاناً للطقوس الوثنية، وهي الآن مقصد حج للمؤمنين الأرثوذكس من جميع أنحاء العالم، ففي وسطها توجد ما تسمى كنيسة التجلي من القرن الثامن عشر بقبابها الخشبية الصغيرة البالغ عددها 22 قبة. بنيت الكنيسة دون أن يدق فيها مسمار واحد تقريباً. في داخلها تزين الإيقونات المذبح الخشبي. أصبحت جزيرة كيشي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1990. لم تكن مبانيها تقف هنا دوماً، بل نقلت من أماكن مختلفة، وتعتبر اليوم نموذجاً للعمارة الخشبية في كاريليا. على بعد ربع ساعة بالقارب من كيشي وعلى الطرف الآخر من الجزيرة يعيش ميخائيل مع عائلته. لا توجد هنا حافلات ولا سيارة أجرة ولا قطار. تشهد النقوش الحجرية من عصور ما قبل التاريخ على صخور كابيزوف على وجود أناس عاشوا في هذه المنطقة قبل 6 إلى 7 آلاف عام، وأصبحت هذه المنطقة أيضاً موقعاً مسجلاً على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2021. أما هذه المنازل فليست بقدم المنحوتات الصخرية، فقد بنيت قبل نحو قرن في كنيرما، وهي من بين أفضل القرى المحافظ عليها في كاريليا. ويعتبر شعب كاريليا إلى جانب الروس ثاني أكبر مجموعة سكانية تعيش هنا. إنهم ينتمون إلى شعب الكاريليين، وهم مجموعة عرقية فينية تتمتع بثقافتها ولغتها ومأكولاتها الخاصة كالطبق الوطني كاليتكي. لأن الجو في الشمال بارد دوماً ولا ينمو فيه قمح، ولم يكن لدينا سكر، لذا نخبز تقليدياً كل شيء من طحين الحنطة السوداء ونملأ كاليتكي بالسميد. من لا يحب السميد يمكنه حشو كاليتكي بالبطاطا المهروسة أو الأرز ليخبز بعدها في فرن ساخن لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم تدهن بعد خروجها من الفرن بالزبدة الذائبة. شهية طيبة. عندما يقصر النهار ويبرد الهواء يحب السكان المحليون دخول الساونا التي لا توجد فيها مدخنة. تسخن الغرفة بالدخان مدة 6 ساعات وتهوى بعدها ساعة واحدة ليبقى الدفء ورائحة الدخان. تلين أغصان البتولة في الماء الدافئ وتستخدم لسكب الماء. بضعة أيام فقط ويبدأ شتاء الشمال الطويل، وهذا يعني شهوراً باردة مع كثير من الثلوج والجليد، ويعني أيضاً ظروفاً معيشية قاسية. أما الآن فلا يزال الماء على مد البصر في أرض الصمت بين روسيا وفنلندا في أقصى الشمال في كاريليا.